صراحة لديك معلومات بخصوص التدمير اللي كنا تحكي عنه في الموسم؟ نعم، لدي حتى في عدة تصريحات أن هنالك تدمير كبير في مدينة الموصل للبنى التحتية، وحسب مؤشرات الأمم المتحدة اللي أعلنت عن أكثر من 80% من طرق وجسور وبنى ومؤسسات وبنى تحتية أخرى. في مجلس النواب العراقي قد جمعت توقيعات على اعتبار الموصل مدينة منكوبة ويجب إعمارها، وقد اتفق الجميع على زيادة التخصيصات، منحت تخصيصات إن شاء الله قد خصصت، ولكن على زيادة التخصيصات، خاصة هنالك تدمير آخر هو تدمير نفسية الإنسان المصلي، أيضا تحتاج إلى بعض التأهيل أو كل التأهيل لتلك الموضوعة، خاصة أنه هو يعني جيل من الشباب وجيل من الأطفال قد تعرضوا إلى ضغوط نفسية، قد مرست عليهم الكثير من العقوبات اللي هم ليسوا مسؤولين عنها، حتى في من ناحية التعليم والتدريس والتربية والمنع. برأيك ما هي الدوائر التي يتم تعميرها يعني بأسرع وقت في الموسم؟ بالتأكيد الدوائر التي تهتم بحاجات الإنسان الأساسية، اللي مسؤولة عن غذائه، اللي مسؤولة عن سكنه، اللي مسؤولة عن الصحة العامة، والمسؤولة بعدين على التعليم.